ما الدليل على أن هناك فرق بين من ترك الصلاة جحودا ومن تركها تكاسلا؟ من تركها جحودا، عموم الجحد بآيات الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد الجحود يختلف عن التكاسل. وهل أنت مقتنع بسؤالك؟ أولا، أنت مقتنع بأنك تسوي بين الشخص الذي يقول لا صلاة ولا أعترف بالصلاة وبين الذي يتركها متكاسلا عنها؟ إن الجحود شأنها الكفر. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والظالمون هم المشركون هنا.